الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقلنا إن هذه الآية جاءت لتجيب على سؤال بنت عميس حينما سألت أزواج النبي: هل نزل فينا شيء؟ فقلنا لها: لا. فذهبت إلى رسول الله وقالت له: إننا قد أصبنا بخيبة وخسارة، لأننا لم نذكر في أي شيء كما ذكر الرجال، فأنزل الله قوله: إن المسلمين، إلى آخر الآية. وفي 10 صفات اللي هي المسلمين والمؤمنين وإلى آخره، 10 صفات تبدأها كلمة إن المسلمين والمسلمات، وتنتهي بقوله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هنا في 10 أشياء دي اللي فصل فيها للرجل وللمرأة اشتملت كل أنواع التكليف، فكأن الله أوجز مراد أسماء في هذه الأشياء، يبقى هي برقية تدل على أن المرأة حكمها في الإسلام التكليفي مطمور في باطن الرجل، وهذه هي الأصول. الحق سبحانه وتعالى حينما قال والمتصدقين والمتصدقات، استدللنا منه على شيء، وهو أن للمرأة ذمة مالية مخصوصة تتصرف فيها بغير إذن زوجها، إذا كانت تملكها إرثا أو هبة من زوجها أو من غيرها تتصرف فيها بلا ولاية لأحد. زي ما قلنا في مسألة الزكاة، لها برضو تكليف الزكاة، مما يدل على أنها لها ذمة مالية خاصة. وهذه هي المسألة التي تميز بها الإسلام، المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام في الحضارات كلها ما كانش لها ذمة مالية، بل إما تابعة لأبيها، وإن تزوجت فلإيه؟ فلزوجها. وقلنا كمان الزوج ساعة ما يتجوز الست تنسى اسم أبوها واسم عائلتها وتاخد الإيه؟ الاسم اللي هنا. لما يقول والمتصدقين والمتصدقات، أهي الزكاة ولا غير الزكاة؟ قال لك تشمل، لأن ربنا لما قال آية الزكاة قال إنما الصدقات فسماها إيه؟ فسماها صدقة بالعنوان الأعم. كلمة صدقة معناها أنك صدقت الحق سبحانه وتعالى في أنه استأمنك على خير استنبط بمجهودك في أرض الله التي خلقها. فكأنك أنت زي ما سيدنا عمر قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا أبي بكر عن المال اللي كتبه في الغنيمة، قال له: ماذا صنعت به؟ قال له: تصدقت به كله. قال له: وماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت الله ورسوله. ما شاء الله، إيمان جاء. فلما سأل عمر قال: تصدقت بنصفه ولله عندي نصفه. برضو كلام حلو، كلام حلو من ده ومن ده، يبقى ادى الاثنين. اذن فالزكاة شيء يقصد به النماء والطهارة، الصدقة كده يعني من غير حاجة كده، لكنها يعني ايه، الانسان
يبر ان ربنا مكنه من مال لم يمكن منه الضعيف ولا القادر، والمتصدقين والمتصدقين والصائمين والصائمات. احنا قلنا الصائمين والصائمات الصوم كما قلنا اخذ حكما فريدا من بين احكام التكليف. لما قال لك؟ لان كل تكليف الله جعل له كادر في الجزاء. قال الا الصوم ما احملش له كادر. الصوم ده لي اني، وبعدين انا اللي اخذي به من غير كادر، يعني بقرار عالي. بقرار ايه؟ بقرار عالي. ليه؟ اشمعنى خد الصوم المنزله دي؟ قال لك لان الصوم هو العباده الوحيده التي لم يعبد بها بشر بشرا. من الممكن في لا اله الا الله واحد برضه يمدح واحد يقول له ما فيش في الكون الا انت، ما فيش في الكون الا انت، انت اللي انت وانت الله، وانت اللي بتنفع وانت اللي بتضر وانت اللي بتعمل. يقول خلاص ممكن قوي. طب ادي شهاده ان لا اله الا الله. وواحد تاني يجي لواحد تاني يقول له اخضع لك ويسجد ويعمل زي ما بنعمل في الصلاه. الله، اذا برضه قرب الصلاه من الممكن ان يتقرب بها الى مين؟ الى بشر. طيب تعالى في الزكاه. قال لك يا سلام، ندي هدايا بقى للي حوالين الكبير، ونديه له هدايا ونعمل مش عارف ايه ونعمل اللي نعمله. اذا فمن الممكن ان يجود الولاء في شهاده ان لا اله الا الله. ما فيش الا انت، ادي وانت الاوحد. مش قال انا الزعيم الاوحد؟ قالوها بره على الاول. ومن الممكن انه نخضع له زي ما بنخضع ربنا ونسكت. طيب ومن الممكن ان ندي له فلوس وندي للي حواليه. من الممكن ممكن نحج البيت ونكتب في مش عارف الايه. طب هل في واحد بشر تقرب الى بشر وقال له يا شيخ انا حصوم شهر عشان خاطرك؟ ما حصلتش ابدا. ليه؟ قال لك لان الصيام للغير المماثل تذنيب للمصوم له لا للصائم. لان معناه انك تخليه قاعد لك بقى يشوفك هتاكل ولا ما تاكلش، تربطه بقى الشهر بتاعك عشان يشوفك طيب ولا مش طيب. اذا فتلك هي العباده الوحيده التي لم يتقرب بها بشر لبشر. ولذلك قال ربنا كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي. ايه؟ خارج عن الايه؟ خارج عن الكادر. والصائمين والصائمات. وقلنا كمان ان من عظم التكليف الصيام ان الانسان منه حرم الله عليه اشياء تحريم ابدي واحل له اشياء. فالذي ذهب في التكليف لم يألف ما حرم ولا يجي على باله، ما يجيش على باله انه يشرب خمره بقى، ما يجيش على باله انه يعمل ياكل ميته، ما تجيش على البال دي خالص. فتصبح عاده، تصبح ايه؟ عادة. ولا يجي على باله. مش ساعة كل خمر يفتكر ان ربنا حرمها، هي خلاص انتهت المسألة ما فيش. فأراد الله أن يديم لذة التكليف على البشر، فأحل أشياء النهاردة والصبح يجي رمضان يقول له اتحرمت مع أنك أنت ألفها امبارح. أدي حلاوة التكليف. يبقى فيه فرق بين دوام العادة ولذة العبادة. يقوم يقول حلال دي إنما النهاردة لا. وبعد ذلك يجي في الفطر يقول أنت حر في أن تفطر أو لا تفطر في كل يوم، إنما ساعة ما يجي عيد الفطر من التكليف أن تفطر عشان يخرجك عن إيه؟ عن العادة. بقت مش عادة، بقت إيه؟ بقت عبادة. والصيام امتناع عن شهوة بطن، وبعدين ده شهوة البطن دي جاية لحفظ النوع، مش لحفظ النوع، لحفظ الحياة. بياكل ويشرب ليه؟ حافظ على حياته. كلام قوي. قال لك في حاجة ثانية لحفظ النوع اللي هي ايه؟ النكاح والتناسل. فجاب بقى حتة ايه؟ اللي بيصوموا بيعملوا ايه؟
بيمتنع عن مقوم حياه، وبعدين يجي بقى مقوم النوع اللي هو ايه؟ والحافظين ايه؟ فروجهم والايه؟ والحافظات. نلاحظ هنا ان الحق سبحانه وتعالى ارضى اسماء الممثلة لجنس المرأة، وجاب التكليف فيها مسلمات وجابها، قام جامع ايه؟ مذكر سالم وجامع مؤنث وجامع مؤنث سالم. الا انه ايضا لاحظ برضو الستر، ولذلك لما جاء والحافظين فروجهم ما قالش والحافظات فروجهن، وقال والحافظات وسكت، برضو مبنية على الستر ولا مش مبنية؟ وحاجة تانية، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات جابها، وبعدين مش أعد الله لهم وأعد لهن، برضو عمل إيه؟ أعد الله لهم وسكت برضو عن ذكر، مما يدل برضو على أنه إيه؟ يقول الستر مقصود ليه، مش إهمال للمرأة ولكن شرف للمرأة في إن اسمها ما إيه؟ ما يجيش. ولذلك إحنا قلنا إن إحنا بنقول على الست الأهل، ونقول عليها الايه؟ ونقول الجماعة، ونقول الايه؟ ونقول الاولاد. الله مما يدل على ايه؟ عن مسألة الستر. ولذلك تجد هناك سيدنا ابراهيم لما جاءه الملائكة وقدم اليهم العجل الحنيف، ام لا لما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم، قال ده ناويين علي شرط، مش راضين ياكلوا اكلي، فهم شعروا بهذا، قالوا لا احنا ملائكة ومرسلين الى قوم لوط وامرأته قائمة. فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قامت هي قالت ايه للبشارة؟ يا ويلتا أألد وانا عجوز، ان هذا لشيء عجيب. قالوا لها أتعجبين من أمر الله؟ عجيب في قوانينكم، إنما عند ربنا قال في حتة تانية هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، الأسباب عندكم أنتم، إنما أنا خالق الإيه؟ خالق الأسباب. خلاص برضو سمها إيه؟ أهل. برضو سمى مرات إبراهيم إيه؟ أهل. ليه؟ كلها مبنية على الإيه؟ فكأن الله حينما أرضى أسماء نيابة عن المرأة بأنه ذكر كذا جمع مذكر وكذا جمع مؤنث، برضو ايه دس الستر في الايه في بعض الآيات ليبين انه انما اراد في التكليف سترهن فقط. ليه؟ ليجعل الستر سياج المرأة في كل شيء حتى في التكليف. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المغفرة قلنا تكون لذنب لسيئة، وإحنا قلنا دي درء المفسدة الأول، وبعدين أعد لهم على الحسنة أجر. الله يعد لهم على الحسنة أجر، مع أن الحسنة التي فعلوها لا تعود على الله في شيء، إنما تعود على مين؟ على المكلف. أيستفيد الله من عبادتنا؟ ولو أن أولكم إلى آخر الحديث ما زاد ذلك إيه؟ في ملكي قدر جناح بعوضة. وبرضو ولو أن اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. إما البئد لصالحنا، إذن يعطيك أجر لأمن فيه صلاحك. ولذلك تجد الرسل ربنا يحكي عنهم لا أسألكم عليه من أجر، أو لا أسألكم عليه أجرا. الله، طب ما تسألش أجر، كأنه يقول الذي أؤديه لكم في عرف الاقتصاد والتبادل يقتضي أن آخذ أجرا لأني أقدم لكم خدمة، ولكن لأنها هدية من الله لكم مش هاخد منكم أجر، لأن العملية اللي هقدمها لكم لا تستطيعون بإمكانياتكم أن تدفعوا أجرا لي عليها، وانما اخذ اجري من الله الذي كلم. لاني لما اخذ اجركم هتدوني ايه انتوا يا عرايا؟ زي ما يقولوا انتوا هتدوني ايه انتوا؟
انما ناخد اجر من مين؟ يبقى بيغلي العمل ولا لا؟ فكأن العمل بطبيعة الفطرة الاقتصادية يتطلب اجرا، لكن اجر عالي قوي لا يقدر عليه المكلف. يقوم الرسول من دول يقول لا، اجركم اخدوش منكم، انما هاخده من مين؟ انا اجري من الله، لان العمليه بتاعتي كبيره قوي واجرا عظيما. واحنا قلنا كلمه ساعه ما تشوف عظيم شيء عظيم ياخد ايه؟ كبر، ده في الحجم، ونفاسه في الصفات، وامتداد في الزمن. يبقى دي عناصر العظمه. عناصر العظمه ايه؟ كميه كبيره، صفات حسنه، مده اطول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. الله، ده الحكايه لسه ممتده في المسلمين والمسلمات، بدليل المؤمن ما يسيبش الحكايه مره واحده كده، بقى يجيبها في 10 صفات وبعدين على طول تيجي ايه ثانيه يروح سايبها كده، راح برضه جايب لا مؤمن ولا مؤمنه. يبقى جاب الجنسين ولا ما جابهمش؟ دي بقى يقول لك في حاجه تخدم ما قبلها وتخدم ما بعدها، وهي شيء واحد. قال لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنه، دي علشان تمشي مع المسلمين والايه المسلمات، ما يسيبهاش مره واحده كده، بقى يفتحها لهم على الواسع وبعدين يجي على طول يضيحي. يقول وما كان لمؤمن اذا قضى، قال لك دي خدمه اللي قبله، لكنها تخدم ايضا ما به اصل السبب. ليه؟ لان المساله نازله في عبد الله بن جحش وفي زينب اخته، الاثنين ما حبوش يتجوز البنت تتجوز مين؟ زيد بن حارثه. فكان الاثنين مؤمن اللي هو عبد الله اخوها، ومؤمنة اللي هي زينب أخته. إيه قصتها؟ لها قصة بقى طويلة. إحنا نعرف قصة زيد مع رسول الله، وزيد بن حارثة كما علمنا التاريخ ورجال السير سرق من أهله، فلما سرق من أهله بيع في السوق على أنه إيه؟ فاشتراه حكيم بن حزام، ثم وهبه للسيدة خديجة، ثم وهبته السيدة خديجة أم المؤمنين إلى سيدنا رسول الله. بقى مين؟ بقى مولى محمد. بينما هو في السوق إذ رآه جماعة من قبيلة أبيه، فلما رأوه عرفوه، فذهبوا إلى أبيه وأعمامه وقالوا لهم إن ابنكم وجدناها في مدينة. فجاء القوم بقبضهم وقضيضهم وسألوا، فإذا به عند رسول الله. فذهبوا إلى رسول الله وأخبروه القصة، ابننا سرق ولم يكن عبدا، وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، فإحنا جايين لك عشان إيه؟ تعطي ابننا لنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيروه، فإن اختاركم فهنيئا لكم، وإن اختارني فما كان لي أن أتلمه. فرد زيد وقال والله ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. شوف موقفه من أبوه بقى وعمامه. ففضل مثل هذا التصرف كيف يكافئه رسول الله؟ فقال إذا نحن ناخذ العادة اللي العرب عاملينها ونقول ده زيد ابن محمد، بلاش ابن حارثة، ده اللي هو رفضه ده، فسماه زيد ابن ايه؟ ابن محمد. وكان اسمه ايه زيد ابن ايه؟ ابن حارثة. الله يريد أن ينهي في الجزيرة قصة التبني،
يعني أخذ ولد من أبيه ودعوى أنه ابنه اللي قالها في أول إيه ما كاء وما جعل الله لرجل من إيه وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما جعلش برضو نسوانكم أمهاتكم. جاب ثلاث حاجات، قلبين في الجوف لا مش موجودة، أبين لواحد لا، واحد حقيقي وواحد مش عارف لا، امرأة وذو وأم لا، للثلاثة دول ما فيش. فلا إذا أراد أن ينهي قضية مشهورة وهي قضية التبني في الجاهلية شاء الله أن تجيء على يد محمد بن عبد الله رسوله. وما دام سيدنا محمد تبنى مين؟ زيد، وبقى زيد ابن مين؟ ابن محمد. فالحق سبحانه وتعالى أراد أن ينهي مسألة التبني، أدي شق. ومسألة التبني كان بيترتب عليها حكم الابن في ميراثه وفي إن امراته ما ياخدهاش أبوه، أبوه المدعى. فإذا المسألة عايزة شقين اتنين، شق ننهي ايه به التبني، وشق انتوا كنتوا بتحرموا زوجة المتبنى ان يتزوجها لمين؟ المتبني. عايزين ننهي الاتنين دول، فينهيها على يد من؟ على يد سيدنا رسول الله. ومع من؟ مع رسول الله، مع زيد. في ظاهر الامر المسألة صحيح عايزة تعدل نظام، نظام اجتماعي فاسد، لكن تدك فعل محمد. حتى الناس اللي يقول لك اهو يا سيدي اخذه اهو ربنا، ما هم هم حاكم كانوا شطار، لما يشوفوا حاجه ناحيه محمد يامنوا بربنا، وحاجه بعين محمد يكفروا بربنا. بعد ما يقول لك ده محمد ده والعياذ بالله كذاب، ومحمد بيدعي انه مش عارف ايه، ومحمد بيدعي ايه، وبيدعي انه له اله وانه الرب، الكلام ده كله عايزين يكفروا بس، ده عايزين يكفروا بس كويس كده. ولما فتر الوحي عنه مدة أم فرحوا، شوف قالوا ايه بقى، ان رب محمد قد قلاه. طب اشمعنا في الهجر آمنتم بأن له رب يكفوه؟ عشان تقفش المسائل وتعرف انهم عايزين ايه، عايزين يكفروا بس كده. طب الاول كنتوا بتقولوا ده مدعش، اشمعنا دلوقتي وقلت رب محمد قد ايه؟ ولذلك قال ما ودعك ربك وما قلوي بيرد عليهم. كلام حلو قوي. اذا المساله فيها شقين، الشق الاول تصرف رسول الله بان تبنى، الشق الثالث في ان الابطال ده هيجي ابطال فعلا لرسول الله، يمكن يشمته فيه يقول لك او بمجرد هو ما تبنى ربنا لهال الله، ده ربنا مش عاجبه تصرفه على الأول. إذن المسألة عايزها، فالحق سبحانه وتعالى يعالج القضية علاج رب لإنفاذ الأمر في نصرة حبيب له وهو رسوله. فما يجيش يشوش عمل الرسول فيقول إيه، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. شوف الجملة، هو أقسط عند مين؟ إن كنت أنت عملتها محبة وعدل في أنكم تحبوا الولد وعملته ابنكم، ده قسط منكم عدل، بس عدل بشري، لكن أنا عندي عدل أحسن من كده. فالكلام اللي أنا بقوله أنتم، أنت يا محمد عملت القسط بعرف البشر، لكن أنا حكمي أقسط من حكمك. وحين يرد الله حكمك إلى حكمه ويديك الشرف ده بأن لك الأصل هو أنك يعني مقسط، يبقى ده كلام تكريم لرسول الله. ولذلك قال ده هو أقسط، كأن فعل محمد كان قسطا، كأن فعل محمد كان عدلا، بس بقانون إيه؟ البشر. ومحمد جاي عشان إيه يعمل؟ مش في قانون البشر، ده يغير قوانين البشر بقوانين رب البشر. يبقى طلع من المأزق ده ولا ما طلعش؟ طيب
رسول الله تبنى زيدا عشان زيد تنزل عن ابوه, تنزل عن ابوه وبعدين ربنا هيلغيه وبعدين يرجعه اسمه زيد بن حارثة تاني, بقى بعد كان زيد بن محمد. يبقى لازم ينصفه, ينصفه العلم الوحيد من صحابة رسول الله الذي ذكر في القرآن بنصه وفصه, فلما قضى زيد منها وطرا. فهو حرم أن زيد بن محمد, ولكن جعل اسمه في كتابه يتعبد بتلاوته. ايه العظمة دي, دي تفرح من بقى. يبقى جبلة عمل ايه الاثنين. هنا بقى وما كان, كلمة ساعة ما تسمع وما كان ديا يبقى لا يمكن ان يرد في باب العقل ان فيه مؤمن ومؤمنة وربنا ورسوله ياخذوا امره هم يقفوا فيه. ما كان لهم جحودي جحد لهذه القضية, وإلا فما يبقاش لا إيمان لا بالله ولا رسول. طب معنى ذلك إيه؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. طب ده أنت يا رب أثبتت الاختيار وقلت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, مش كده أثبت ولا ما أثبتوش؟ أم قال لك إيه, وقصة الاختيار دي قصة طويلة, فيه فرق بين اختيار داخل في التكليف إن شئت فعلته أو لم تفعل, وشيء في إيجاد التكليف ملهمش خيار في أنهم يجيبوا الشيء المكلف به. إنما أنا إذا كلفتهم أنا صاحب التكليف, أنا اللي أكلف, كونهم يطيعوه أو ما يطيعوش ده موضوع آخر. يبقى فيه فرق بين خيار التكليف وخيار التكوين. هم ما يقدروش يقولوا لي اختر دي نيجي على هواهم, لا انا اقول وبعدين تركت لهم الاختيار في انهم يقبلوها او, وما دام ثبت انهم مؤمنون باله وبرسوله كان واجب انهم يعملوا ايه بقى, يرتضوا الامر. القصه بقى المستشرقين صالوا فيها وجالوا وعملوها شغلانه هي وزوجات النبي مع الرواحدة كده, يمسكوا دي مرة ويمسكوا دي مرة. قال لك يا أخي ده محمد البت عجبته, البت عجبته فحب ان زيد يطلقها, خلى البت تشاغب زيد عشان يطلقها, وبعدين هو ياخذها. يقول لهم يا أغبية, أولا زينب بنت جحش الأسدية بنت عمة رسول الله وهو اللي مكلف بإدارة أموالها وإدارة شؤونها وبدارة كل حاجة, فكان يقدر من الأول ياخذها ويتجوزها. يقول ده بنفس القرآن, وتخفي في نفسك ما الله مبديه, بتخفيه بتخبيه ولكن ربنا قفش. نقول له طب خلينا برضو هيك ونفهم النص, وتخفي في نفسك ما الله مبديه, إن أردت أن تعرف ما الذي أخفاه رسول الله فخذه مما أبداه الله. مش هو قال له كده, قال له أنت بتخفي في نفسك اللي هقوله, طب نشوف ربنا قال إيه. فاللي أخفته أنت هو اللي ربنا إيه وقال ربنا هيقوله. تبقى انت تقول لا بيخفي ما بيخفيش ولا اي حاجه, لان انت قلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نقوم اللي حكم بيننا وبينكم ايه, نشوف ابداء الله, ما الذي ابداء الله, لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. يبقى انهدم الكلام بتاعكم ولا لا؟ ومع ذلك بتقول ان محمد انشغل قلبه بها, ولماذا تجعلون انشغال قلب محمد انشغال جنسي؟ ما تشوف القصه من الاول. حينما ذهب رسول الله برسوله ليخطب زينب, ظن اخوها عبد الله وظنت هي وظنت حمن اختها ان الرسول هيخطبها له, فلما قال عبده الحكايه بقى
وحملة طلعت بقى فيها وبقت شغلانة وعبد الله أخوها ودي. قال لها كنا فاهمين إنه هي إيه؟ يخطبها لنفسه. وهي يخطبها للعبد بتاعه. فقالوا لها ده هو خطيبها للعبد بتاعه. قالت ده كلام عن الله، خلاص ما لناش فيه كلام. ما لناش فيه كلام، ما دام كلام ربنا ما لناش فيه إيه؟ وقبلت أن تتزوج مين؟ أن تتزوج زيد. طب انتوا بتقولوا انشغل به، طيب لما يجي زيد يشتكي له ان زينب بتعامله وحش، وزينب بصراحه كده محتكره، وزينب نظره الى انها قرشيه ومش عارف بنت عمه رسول الله وهو مولى وعبد، فزي ما يقولوا عندنا منكد عليه عيشته. انما كون ربنا امر خدني جوز، انما ما تاخدش قلب بقى، الامر للقالب، خد قالبي انما قلبي لا. زيد كرجل دي ما تتعبه، لكن حبه لرسول الله، وكون رسول الله يجيب له كده بنت عمته ويجوزها له، ده شرف كبير، مش عايز يملط من الشرف ده. نقوم نجي نقول ابحثوا في علاقه المراه بالرجل قبل ما نبحث اي حاجه. الذي خلقنا خلق الرجل للمراه والمراه لمين؟ للرجل. ولذلك العربيه لما جت توصي بنته ام اياس لما خطبها الحارس، وام اياس كانت ذكيه فما بتوعزها، بتقول لها اي بنية انك لو تركت بلا نصيحة لكنت اغنى الناس عنها، لانك انت يعني، ولو ان امرأة استغنت عن الزوج لغنى ابويها وشدة حاجتهما اليها لكنت اغنى الناس، مش عايزة. ولكن الرجال للنساء خلق ولهن خلق الرجال. واحنا قلنا زمان يستطيع الرجل انه يعيش ابنته احسن عيش، مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ويهيص، انما ما يقدرش ينام في حضنها. تقوم مهما كانت في النعمة نفسها تتوق الى هذا. ولذلك ادي السبب في ان ربنا بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ليه؟ لانه يعطيها ما يعطيه الاب والام والاخوه وازيد من ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون. نعم. وبعدين قالت لا، وإن النصيحة لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، يعني ما كناش نقول لك نصيحة، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. كلام جميل. الشاهد إن الرجل للمرأة والمرأة للرجل. مهما عملت على البنت أسوار من عز واسوار من جبروت برضه تنخيل كده لما تشوف ويفوت عليها بس، ولا امها، لان امها مقدره المساله بتجربه، تبقى هي اللي هتنجن. يمكن البنت لسه ما دقتش ما تعرفش حاجه، انما امها تبقى هي اللي شيطه. الله. يبقى اذا المساله بالنسبه لزيد كانت صعب، لان الزواج ربنا عمل له ثلاث مراحل، كما قال خالقه أنا خالق الرجل وخالق المرأة، قال لتسكنوا إليه، هذه واحدة، وجعل بينكم مودة، هذه الثانية، ورحمة، يبقى إيه؟ ثلاثة. يبقى أول مرحلة إيه؟ السكن. السكن فيه إيه؟ سكن، سكن من حركة الخارج، اطمئنان، راحة، يجي ينام على رجليه
تمسح له راسه تعسي مش عارف تمسح عرقه تمدغ لك له رجليه سكن ويقعد بقى يسير ويا ساكن كده 24 مره. ادي المرحله اسعد مرحله. فان امتنع السكن لمنغصات الحياه يبقى على الاقل خدوها من باب الموده. طب ده انت لما تعاشر واحد صديق وتقعد مده طويله كده وياه يبقى عشرتك له ومودتك له لها ثمن. تقوم تستحملوا بعض عشان الموده اللي كانت. ما عادش مواد لا سكن ولا موده. فليرحم الرجل امراته ان لم تكن على وفق ما يريد. عجزت مرضت عيت يبقى رحمه بقى. وهي برضه بالشكل ده يبقى كم مرحله؟ سكن موده ورحمه. لم يجد زيد في الحكايه دي لا سكنا ولا موده ولا ما رحمتش النعابد. فبقت منغصه عليه حياته. فيروح يشتكي لمين؟ لسيدنه. ها؟ يشتكي لسيدنه. سيدنه يقول له اتق الله اتق الله. بقى بالله لو ان رسول الله في باله شيء ما كانش مجرد ما يقول له ده البت مش عجباني يقول له ايه اللي مقعدك؟ خدوها بغير في غير النبي كده كان يقول له ايه اللي مقعدك؟ فهي ما تستهلكش انت مش عارف الله عمال بقى انما يقول له اتق الله امسك عليا كده الله. يبقى ده كلام متناقض. شيء اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان قد فكر في امر زينب فلماذا تعدلون به على التفكير في الغريزه؟ لماذا لا تعدلون به الى مرتبه الانصاف انه ارغمها على ان تتزوجه وهي بنت عمته قرشيه وهو عبد وعرف انها ما كانتش راضيه لا هي ولا اختها ولا اخوها. طب لما يشوف انها قلقانه ويا الرجل ما يحبش يطيب الخاطر ده ويصلح الهاء الحاجة اللي حصلت دي ويضمها إليه تبقى أم مؤمنين. ثم من الذي منع رسولا قال الله إنه بشر من أن تكون له هواية؟ الرسل اللي كل اللي سابقين كان لهم هذه الهواية وده فيها إيه؟ ده على فرض يعني. لكن الناس لم يحسنوا الإيه الظن. والذي يدل على انها ترتيب رباني صرف انك انت تجد المساله الرياضيه موجوده في الايمان بتاع مين؟ سيدنه وزيد وزينب. انت عارف حاجات خليك رياضي؟ يعني ايه خليك رياضي؟ خد المساله رياضه يعني اما تنهزم في كوره ولا تنهزم في حاجه خلاها ايه ما تعملهاش يعني ايه؟ تعملش قضية وعداوة خليك ايه رياضي. في رياضة ايمانية رياضة ايمانية. ام قال لك يا اخي ده القرآن بيقول وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. ايوة بيخشى الناس. ما هي الخشية اولا؟ ما الخشية نوعين، فيه خشية من شيء تخاف ان يضرك وفيه خشية استحياء. ما يقدرش يضرك انما تبقى تستحي. والله سبحانه وتعالى يحكي عن رسوله هذا يقول ايه؟ ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. الله. يبقى اذن المساله الخشيه اللي بيحبها محمد انهم هيمسكوا سيرته الكفار ويقولوا شوف يا اخوان تزوج امراه متبناه. ما هو يا اولاد الايه احنا الغير التبني. ما دام ألغينا التبني ما تبقاش في حجة. ده الكلام ده لو ألقينا التبني وهو ده احنا بدينا نلغي حكاية التبني. يبقى ما الذي كان يخشاه رسول الله؟ يخشى انهم يمسكوا سيرته يقولوا تزوج مين؟ يقول له ده انت جاي عشان تنقض عادات وتقاليد جاهلية. تبقى انت الأول واحد تتحمل انها تكون على ايدك. ورسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم حينما يستحي من انه عمل وياها العمليه دي
أو يستحي من أن يقول الناس فيه بده يبرأ عرضه من اللزالة، يبقى مش خايف منهم. زي ما واحد بده ما ياخدش موقف الشبهة، ورسول الله عودنا ما مرش عليه الصحابة وهو يتكلم مع امرأته صفية وهي في حجاب، فلما رآه الصحابة لووا نفسهم عنه فقال على رسلكما إنها صفية. بده يعمل ايه؟ ينفض عن نفسه اي شبهة. قالوا له هو احنا نشك حتى فيك يا رسول الله؟ قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم. شوف على كلمة على رسلكم ما تجروش، ما تعملوهاش جميلة فيه، انكم يعني بديكم تسطروا، مش عايزين تفضحوا، مش عايزين تفتشوا ورايا. على رسلكما انها صفية. الله، اذا رسول الله عنده استحياء. لا ادل على هذا من انه وهو في عز انتصاره على قريش ودخل مكة فاتحا وسماهم الطلقاء، كان قد اهدر دم عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح، اهدر دمه لانه نال من رسول الله كثيرا. فلما اهدر دمه جاء سيدنا عثمان بن عفان يستأمنه، يعني يطلب من رسول الله الأمانة لعبد الله بن سعد، فما رد عليه رسول الله، سكت وكان ينتظر إن حد يخلص عليه. لكن عثمان رضي الله عنه أعاد السؤال وكرره، فلما استحى رسول الله من عثمان أمن عبد الله. فلما أمنه وخضع سيدنا عثمان عبد الله وخرج من محضر رسول الله، شوفوا بقى العظمة. قال رسول الله: ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إلى الرجل فيقتله؟ عرفوا انه ما رضيش يدي الامان لسيدنا عثمان اول امر، يبقى معناها انه مش ايه، مش راضي. قال لهم: ما كانش فيك واحد رجل رشيد يقوم للرجل ده ويقتله ويريحنا ونبقى سبق السيف العزل سيدنا عثمان؟ ما خلاص المساله انتهت، هيستعمل في ايه؟ قال عباد بن بشر رضي الله عنه: يا رسول الله، ان عيني كانت في عينك وأنا أنتظر منك إشارة أن أقتله، لكنك لم تفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.